صباح الخير، معنا مستر عبد الله حايك، سي اي او اوف حايك جروب. رح خلي مستر حايك يخبركم اكثر عن حايك جروب وشو عم يعملوا بلبنان وبالعالم. مرحبا جميعا. نحن شركه بتتعاطى بالبناء وبالعقارات وبالهندسه بلبنان وبالشرق الاوسط وهلا بالعالم. نحن مؤسسين من سنه 51 ببيروت بالاشرفيه. حايك جروب هلا عندها مشروع بالاشرفيه، مشروع تو تاورز. هالتو تاورز تقريبا رح نبلش فيه اول ما تخلص الازمه، كل الخرائط خلصوا وكل التصاميم خلصت، ونحن رح نبلش الاندرات بس تخلص الازمه. عظيم. مين هن، شو طبيعه زبوناتكم؟ هل هن بلبنان؟ هل هن في برات لبنان كمان طورتوا مشاريع؟ نحن التارجت كلاينتس تبعنا هن اللبنانيين بشكل خاص، وخاصه اللبنانيين يلي عايشين ببلاد الاغتراب، يلي عندهم قدرة شرائية للمساكن والمشاريع يلي نحن بنعمرها. ولكن هذا ما بيمنع أنه نضل عيننا على السوق اللبناني هون، لأنه كمان في عنا ديماند بلبنان. عنا حوالي بين 18,000 و 20 وحدة سكنية نحن بحاجة لها كل سنة، وهذا موضوع يعني الكلاينتس اللي مبدئيا اللبنانيين بلبنان وبالخارج. كيف تأثرتوا بالأزمة الاقتصادية وقبل قصة مصرف الإسكان وصولاً لأكتوبر الثورة وصولاً للكورونا؟ مثلنا مثل كل العالم، يعني هيدي الأزمة أزمة عالمية، مش بس على لبنان ولا على حايك جروب، هيدي أزمة كتير عالمية. سيرة إجا مباشرة على قطاع البناء بلبنان وعلى الدولة بشكل عام، يعني كان تأثيرها على الاقتصاد مباشر جدا، وبالتالي توقفت كل النشاطات، تأجلت كلها. صار في عنا اشياء ما كنا، يعني مشاكل ما كنا عاملين حسابها، مثل القروض السكنية، مثل شراء المعدات، السيولة الموجودة، التسهيلات المصرفية، يعني كل هالاشياء أثرت علينا بطبيعة الحال مثل ما أثرت الكورونا على كل العالم. طيب شو عم تعملوا تتأمنوا زبائن جدد، هالأكسباتس اللي عايشين برا تيشتروا بلبنان ونفوت مصاري على لبنان؟ ليك، نحن هلأ عم نفكر جديا بحوافز جديدة بدنا نعملها بكل المشاريع تبعنا يلي ما كنا نفكر فيها من قبل. يعني مثلا ما بقى في شيء عندك اسمه فلاش اند كاش، يعني انه بلش بالعمار وبيع على الخريطه وقبض مصاري واشتغل بالمصريات العالم، هيدي خلصت العمليه. الشغل الثاني الديزاين يلي عم نعمله، يعني كل التصاميم الهندسيه اللي عم نعملها عم ناخذ بعين الاعتبار اشياء ما كنا نفكر فيها من قبل. يعني مثلا عم نيجي نقول للزبون انه انت بدك تيجي تقعد بالمبنى يلي نحن بنعمله، هذا المبنى رح يكون فيه تكنولوجي جديده. هالتكنولوجي يلي علمتنا اياها الكورونا هي مثلا تاتشليس تكنولوجي، يعني انت من الباركينج تبع السياره تفوت على بيتك ممنوع تلمس اي شيء. يعني الاسانسور في عندك اي كونتاكت، في عندك فويس اي دي، في عندك كثير اشياء هلا حديثه مجبورين نستعملها لحتى نعمل المباني تبعنا اجمالا تاتشليس. كل الكومن ارياز اللي كنا نعملها كبيره مشان الناس اللي قاعدين بالمبنى تبعنا يقعدوا يعملوا سوشيال، هيدول كلهم رح نذكرهم. رح نستعمل كل التكنولوجيا اللي بتنقل الهواء داخل المسكن وداخل المباني، ورح نستعمل كمان التكنولوجيا ونعمل حسابات انه رح تجي مي لا سمح الله تكون فيها فيروس أو لوثة أو شيء، كمان رح نستعمل هالتكنولوجيا الجديدة. يعني بدنا نغير النظام تبع التصميم تبعنا لحتى نخلي الشخص يلي بده يقعد بالبيت يتفادى كل أنواع اللمس أو كل أنواع التعرض لأي ميكروبات أو لأي فيروس تجي بالمستقبل. بس ما برأيك هذا الشيء عم بيزيد كلفة البناء عليكم، وإيفنتشلي مع الأزمة العالمية الاقتصادية لح يخفف البيع؟ ليك، ما بقى عنا choices. يعني أنت هلأ إذا عم بتعمر بمنطقة مثلا مثل الأشرفية ما فيك تعمر أصلا شيء شعبي، فإذا مجبورين، يعني مش بإرادتنا، يعني القصة تبع هاي الأشياء صاروا مش اختيارية، يعني صرنا مضطرين أنه نتحمل هذه القصة، وبالتالي بدنا نجرب نلاقي توفير من مصادر تانية. إذا كانت الشقة أغلب 10% أو 15% وعندها مواصفات
يلي نحن عم نفكر فيها بفتكر اللي بده يشتري بيعمل حسابه عم يدفع أكثر ما في عنده أي مشكلة. أكيد هيدا الشيء لأنه رح يميزكم عن غير developers إنه أنتوا الوحيدين اللي بلشتوا فيه أو اللي عندكم إياه. طب كيف عم بتعالجوا سعر الصرف الكابيتال كنترول؟ أنا كنت حابب اشتري شقة تهرب مصرياتي من البنك ما لقيت حدا ياخد مني تشيك بانكير أو ادفع بلبنان لاشتري بقبرص، كيف عم بيأثروا عليكم؟ ليك هلأ بصراحة يلي عم يقبل يبيع ويقبض شيك مصرفي بلبنان هو يلي عنده قروض بالبنوك، يلي عنده ديون بالبنوك. نحن نشكر الله ما في عنا ديون بالبنوك، مشان هيك وقفنا هلأ البيع، يعني عملية البيع بالمشروع طبعاً هلأ بالأشرفية وقفناه، عم نعمل بس booking contract لأنه هلأ العالم كله بحركة تغيير مش بس بلبنان، يعني وخاصة نحن عنا أزمة هلأ بلبنان بشكل خاص الأزمة القطاع المصرفي. القطاع المصرفي أنا برأيي بده ياخد وقت لحتى ترجع الثقة للعالم تحط مصاري بالبنوك بلبنان. هيدا الوضع يعني رح يخلينا شوية متريسين بالشغل، ما بدنا ناخد خطوات مثل ما كنا مفكرين أنه مشروع يخلص بفترة سريعة وعلى وتيرة سريعة، ويلي كمان عم بيأثر علينا هي الدوائر الحكومية، يعني الدوائر الحكومية اللي عم تعطينا ترخيص هلا مسكرة، ما فيك تراجع بمعاملتك، ما فيك تقدم خريطة، ما فيك تطلب مستند رسمي، بقى كل هالأشياء عم بتخلي هلا المشروع تقريبا على ماشي على رواق مش مثل ما كنا نحن مفكرين، وأكيد أثر علينا هذا الموضوع. نحن تعلمنا كثير من هالأزمة، وأول شيء تعلمناه أنه ما نفقد الثقة بهالبلد، يعني بغض النظر عن الوضع الاقتصادي وعن الوضع المالي والمعيشي، يعني تعلمنا شغلة أنه ما نفقد الثقة. يعني نحن هلأ بالمشروع عم نحكي بمشروع حوالي 50 مليون دولار، نحن شركة حوالي 13-14 شخص، قلبكم قوي. وقت عملنا اجتماع تناخد قرار بهالمشروع، يعني فعلا أنا كنت أبتعرف الشباب بكل شركائنا مستثمرين، يعني ما عندهم كتير خبرة على الأرض وعلى بموضوع البناء، بقى كنت متوقع أنا الفيدباك تبعهم يقولوا، وتبقى مستثمرين أجانب مش لبنانيين، كنت متوقع أنا يقولوا تعطن نسحب تعطن وقف تعطن to minimize cost، ولكن فجأت فعلا، يعني فعلا الله يبارك بهالبلد حتى الأشخاص الغير لبنانيين منهم خيفانين على هالبلد. فإذن نحن القطاع البناء بلبنان منا خيفانين عليه، ولكن مش بوضع مرتاح، أكيد نحن منا بوضع مرتاح ولا بوضع سليم أبدا 100%، بس نحن مش من الناس اللي منقول تعالوا نضب غراضنا ونحمل حالنا ونفل ونعمل ونستثمر زيت الاستثمار ببلدان تانية، لا. نحن هلأ بالجروب تبعنا لحتى نكون شوي conservative خلينا 40% من استثماراتنا بالعقارات بلبنان، و 60% هلأ عم نعمل استثمارات من خلال مصادر تانية بالاقتصاد وخاصة بالستوك ماركت. يعني حاطين هلأ operation بالستوك ماركت يلي هي عم بتجرب تغذي شوي الخسائر يلي عم نتفاديها بالقطاع البناء، ولكن نحن مستمرين وفي عنا مشروع بالأشرفية، مشروع 2 towers، واحد 19 طابق والتاني 12 طابق، مؤلف من 71 شقة، عاملين شقة كتير متناسبة مع الوضع، الموقع تقريبا حد الـ ABC بمنطقة كتير 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 مهمة، ونحن منا موقفين أبدا، بالعكس نحن لو عرضنا هلأ الشقة للبيع مثل ما نحن عم نبيع يمكن كان بهالفترة المشروع نبيع كله. يعني وقت نسمع حكيك وحكي غيرك مرق معنا انه صامدين وبقيين ولو شو ما صار ومرقنا بازمات اقوى من هيك، هذا اللي حيعطي هوب لاولادنا مش لنا. بتحب تزيد شيء مستر حايك قبل ما نختم؟ وقت جيت على لبنان سنه 82 ختم لي باسبوري بالمطار ضابط اسرائيلي، بقى قبل ما اجي على لبنان قالوا لي اصحابي ولك شو بدك بالرجعه على لبنان، اسرائيليين موجودين ببيروت شو بدك. هلا زيت الاصحاب يلي أكيد بعدني أصحاب أنا وياهم بيقولوا لي يا ريت رجعنا معك على لبنان. فإذا
في كتير ناس عم بتفكر أنه والله برا شغل أحسن ولا العيشة أحسن ولا الاستثمار أحسن. لا، بلبنان إذا عرفت أنت وين تعمر وكيف تعمر وبأي تصميم تستعمل وأي clients to target وشو السيرفيس يلي بدك تقدمها من بعد العمار، أنت فيك تنجح وفيك تعمل فلوس وفيك تكبر إيمانك بهالبلد.